شكرا جزيلا السيد الرئيس. شكرا جزيلا السيد الرئيس. سعيد بتواجدي في هذا النشاط الأكاديمي العلمي. سعيد أيضا بتواجدي إلى جانب أولى علامات التشوير المعرفي والإنساني في حياة الجامعية، أستاذ سعيد أغريب، أستاذ لطيفة قبيش، أستاذنا الأستاذ الغالي. هذا يعني اللقاء اليوم هو في الحقيقة لقاء داخل إحدى الجامعات التي أخذت على عاتقها يعني منذ زمن بعيد التكوين والتأطير والإنتاج المعرفي الجامعي العلمي من أجل الترافع عن القضايا الوطنية يعني برمتها، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية المغربية، قضية الصحراء المغربية، الترافع من المداخل العلمية المستندة إلى القانون الدولي، المستندة إلى علم العلاقات الدولية وما يراكمه من أدوات ومن مبادع يمكن استعمالها في التشريح وفي التحليل ومواجهة أطروحات الانفصال بالكثير من الثقة، الثقة التي تمنحها إمكانية التجاسر العلمي على الإشكالات وعلى القضايا ومقاربتها بمنطق أيضا يراقب ويضع في عين الاعتبار أو بعين الاعتبار الإشكالات والقضايا القانونية المطروحة على أنظار القانون الدولي عالميا وإقليميا. أنا اخترت لهذا يعني بهذا المناسبة حينما اقترح علي أو حينما يعني قال أخبرني الأستاذ الدكتور سيد العميد محمد الغالي بأن أشارك في هذه الندوة، اقترحت أو اخترت أن أتحدث عن مسألة المنطقة العازلة شرق الجدار الرملي باعتبارها مسألة جوهرية. لفت انتباهي أن تقرير الأمين العام الذي صدر قبل صدور القرار 2703 أعطاها مساحة مهمة جدا، يعني حتى بالمعطيات الإحصائية للجسد النص التقرير الأمين العام وفقراته أكثر من 60% من حديثه كان عن مشكلة شرق الجدار الرملي، وهذا مهم جدا يعني يؤخذ بعين الاعتبار، خصوصا أن القرار الذي صدر يتبنى هذا التقرير ويتبنى الإشارات التي أشار إليها الأمين العام في تقريره المبني أيضا على تقرير المينورسو. أشار إلى معطى هام جدا هو أنه شرق الجدار الرملي توجد مشكلة، هذه المشكلة عنوانها الواحد الذي أو الوحيد الذي يتكلم عنه الأمين العام هو أن هناك طرف من أطراف هذا النزاع لا يلتزم، لا يريد أن يلتزم، لا يلتزم بالإجراءات التي تقوم بها أو تتبناها بعثة المينورسو، يعرقل في كثير من الأحيان، وهذا يتكلم عنه الأمين العام يعني بفقرات مطولة ومسهبة، تكلم عن تفاصيل مثلا أنه هناك في اليوم الفلاني بعثة المينورسو أرادت أن تقدم بعض المؤونة لأفريقتها الموجودة شرق الجدار الرملي، بوليزاريو تقوم بمراسلة البعثة وتقول لها أنه هناك عمليات عسكرية نحذر من أن تتواجد يعني بعثة المينورسو هناك. بالمقابل يتحدث تقرير الأمين العام على أنه في كثير من الأحيان حينما تحتاج المينورسو إلى مساعدات يقدمها المغرب، تقوم مثلا البوليزاريو باخطار الامم المتحده بانه هناك خروقات للمغرب يقوم ببناء مثلا قواعد عسكريه او مطارات عسكريه في مكان معين، يرد المغرب بطريقه مفصله ودقيقه، هذا يقول الامين العام، كلام الامين العام، طريقه مفصله ودقيقه من خلال تواصل اداري مباشر ومن خلال معطيات دقيقه بان الامر يتعلق باجراءات تنمويه، بناء مطارات مدنيه او ما الى ذلك. بمعنى الصورة العامة التي يرسمها الأمين العام والتي هي تعتبر هي التي تعبد الطريق أمام القرار وهي الجسد التطبيقي أو الإجرائي للقرار الذي يبنى عليه قرار مجلس الأمن، تقول أنه شرق الجدار الرملي يوجد مشكلة. في التقرير الأمين العام أيضا إشارة مهمة من جانب المغرب، يقول أنه بعد صدور القرار 26 صفر جوج الذي صدر في العام يعني 2022 هناك رسالة وجهها الممثل الدائم للمملكة المغربية السيد عمر هلال إلى الأمين العام وأخبره بالنص أنه إن لم تلتزم بوليزاريو بالإجراءات المتوافق حولها من طرف المغرب مع الأمم المتحدة ومن طرف بوليزاريو مع الأمم المتحدة فإن المغرب سيستلم إدارة المنطقة العازلة شرق الجدار الرملي التي كان قد اتفق مع الأمم المتحدة في العام 1991 على تسليمها إدارتها، إدارة البر يعني شرق الجدار الرملي برا جوا المغرب هو الذي يدير المنطقة العازلة،
ويدير كل أجواء صحرائه المغربية. على مستوى البر الاتفاق كان واضح في أنه هناك منطقة غير مأهولة بالسكان، منطقة هي عازلة تسمى في القانون الدولي بمناطق فض الاشتباك أو مناطق خفض الاشتباك، بمعنى منطقة تفصل الطرفين المتحاربين كي لا نعود إلى عمليات إطلاق النار وإلى عمليات الحرب، وهي شبيهة إلى حد بعيد بالتوصيف القانوني لمنطقة سيناء مثلا، كم اتفق حتى في يعني إجراءات ما بعد حرب 73 على أن تكون منطقة تعزل الطرفين مشمولة بإجراءات تشرف عليها الأمم المتحدة، بمعنى هذه مناطق خفض توتر. أن يسعى بوليزاريو منذ 91 إلى تسميتها بمناطق محررة، وأن يحاول تغيير طبيعتها كل مرة، وأن تتواطأ معه بعض الجهات أحيانا، حتى بعض يعني موظف إداري دولي وأمين عام للأمم المتحدة حاول أن يتواطأ معه في لحظة معينة، يعني عملية استمالة لبعض الممارسات المشبوهة تكلم عنها جلالة الملك في خطاب المسيرة الخضراء لعام 2014، يعني وذكرها بالاسم، يعني في فقرات خاصة ذكر بالاسم هذه المعطيات وهذه العبارات. إذن بوليزاريو لديها يعني مجموعة خروقات بدأت عمليا منذ ما بعد العام 2010، جاء خطاب العام 2014 ليؤكد منها، يؤكد على أنه هذه الممارسات لا يمكن أن تحافظ على الطبيعة القانونية لهذا النزاع، طبيعته القانونية وأنه نزاع أمن وسلم مسجل على الفصل السادس، هذه هي الطبيعة القانونية لهذا النزاع، غير ذلك استهامات، لا الحديث عن أنه مسألة تصفية استعمار، ولا الحديث على أنه المنطقة الشرق الجدار الرملي هي منطقة محررة، ولا التحرش يعني الممارسات القانونية التي تقوم بها الأمم المتحدة، هذه كلها عمليات أفضت إلى تجربة، انتهت بنا إلى تجربة أو إلى سابقة يؤسس عليها الوضع المستقبلي الآن للمنطقة شرق الجدار الرملي. السابقة هي القرقرات. لماذا أقول القرقرات؟ لأنه القرقرات بدأت هذه العمليات أو هذه الممارسات التي قام بها البوليزاريو والتي انتهت بتأمين معبر القرقرات في نهاية العام 2020، بدأت عمليا منذ العام 2018. وهناك أيضا مكان آخر ما يزال يوجد في ذهن البوليزاريو إلى اليوم يراهنون عليه، هو مسألة القويرة يعني الحدود بين المغرب وبين موريتانيا، يراهنون أيضا على هذه النقطة. هذه الممارسات التي تقوم بها بوليزاريو جعلت المغرب الآن بعد شراكته مع الأمم المتحدة في موضوع القرقرات والاتفاق الذي جرى بين المغرب وبين الأمم المتحدة على أنه هناك تدابير تم إعمالها، تم إكمال بناء الجدار في منطقة القرقرات لعصمتها يعني بشكل نهائي من أي أحلام أو أي أهواء أو أي ممارسات مستقبلية ل يعني تنظيم بوليزاريو أو الانفصالية بوليزاريو، هذا الواقع القانوني الذي شمله القرار 2602 في عام 2021، يعني لا توجد ولا عبارة واحدة في القرار 2602 تقول أن الاتفاق الذي جرى بين يعني المينورسو وبين المغرب وبين الأمم المتحدة مرفوض من الأمم المتحدة. القرار 2602 يتبنى إجراءات العام 2020 بأكملها، كما كان الشأن، وهذا يعني هذا موضوع مهم ينبغي الانتباه إليه، المعبر بناء المعبر نفسه في القرقرات، يعني نحن ما نتحدث عن واقعات القرقرات، نتحدث عن تأمينها في العام 2020، بناء المعبر نفسه بني في العام 2001. بعد ماذا؟ المغرب في العام 1991 اتفق مع الأمم المتحدة، وكان هذا شرط المغرب حينما عقد مخطط التسوية المشترك في العام 1988. لماذا المغرب أصر على أنه اتفاقه ينبغي أن يكون مع الأمم المتحدة، اتفاق وقف إطلاق النار مع الأمم المتحدة، ولتتفق الأمم المتحدة اتفاقا آخر مع بوليزاريو؟ لماذا أصر المغرب على هذا؟ لأنه المغرب طرح مبادرة سياسية في العام 81 أجابت عليها بوليزاريو بأنها مستفرة في الكفاح المسلح وأنها ترفض أي مبادرة سياسية أو قانونية، لا حل ولا تفاوض ولا سياسة، هذا في العام 81. جاءت مخطط التسوية المشترك، المغرب أصر على أن يكون جميع الإجراءات، جميع التفاهمات، جميع يعني المبادرات تكون بين المغرب وبين الأمم المتحدة. حينما تم توقيع الاتفاق في العام 1991 تم يعني التمييز بين القرقرات وبين المنطقة شرق الجدار الرملي. القرقرات هي منطقة عازلة منزوعة السلاح، بمعنى يسمح فيها بالنشاط المدني والنشاط الاقتصادي. بعد تأسيس منظمة التجارة العالمية وفي بروتوكولاتها يعني المضايق والمعابر، وأيضا حتى التفاهمات التي كانت قد جرت بين المنظمة وبين الأمم المتحدة فيما يتعلق بتأمين معابر التجارة الدولية، جاء العام 2001 المغرب إعمالا لهذا المسار قام ببناء معبر وتنظيمه جمركيا وتنظيمه يعني بناء على تفاهمات مع هذه الأطراف الدولية ومع الأمم ومع موريتانيا. منذ إذن بوليزاريو ماذا تسمي معبر القرقرة؟ تسميه الثغرة،
تقول لم تكن موجودة عشية اتفاق وقف إطلاق النار، والمغرب قام بإجراء أحادي الجانب وما إلى ذلك. يعني حقيقة الأمر هو أنه كل ما يوجد هناك هو أنه نجد الطرف الآخر يتعنت داخل الشعارات، يتعنت داخل الممارسات المشبوهة التي أقرب إلى ممارسات العصابات وإلى ممارسات مجرمين. المغرب يتصرف بناء على نصوص متسلسلة متراكبة على بعضها البعض، يعني مسار متراكب مبني على سوابق، مبني على إحالات مضبوطة. فلذلك نجد المسار يتطور في منحى واحد دائما في يعني اتجاه ترصيد المزيد من المكتسبات القانونية للمغرب. منطقة العازلة الآن في الشرق الجدار الرملي مصيرها سيكون هو مصير القرقرات، حيثما بوليزاريو ترفض الالتزام والأمم المتحدة تصف المغرب بأنه هو الملتزم. يعني هناك فقرة خاصة في جميع القرارات منذ العام 2007 تصف المغرب بأنه جاد وبأنه مسؤول وبأنه يرغب فعلا في إنهاء هذا النزاع المفتعل. الطرف الآخر لا يوصف بهذه الأوصاف، وهي أوصاف قانونية يعني ليست إنشاء. ما دام الأمر يمضي على هذا النحو إلا وأنه الفصل السادس، يعني تدبير هذا النزاع المفتعل على الفصل السادس سيستمر، وسيستمر في أفق أن هذه الشراكة بين المغرب والأمم المتحدة قد تنتهي يوما بأحد السيناريوهات يعني البارزة، هو ما دام الحكم الذاتي يحظى بهذه يعني الدعم وبهذا يعني التبني المباشر والصريح من قرارات مجلس الأمن منذ العام 2007، الأمر سينتهي يوما ما بقرار من مجلس الأمن بتطبيق الحكم الذاتي بناء على هذه الشراكة المغربية الأممية، حيث أن الطرف الآخر يرفض العملية السياسية على الفصل السادس. إذن الخطاب والحديث معه إذا أصر واستمر في الحديث بلغة الحرب وبلغة العمليات العسكرية وبلغة العرقلة، إذا استمر في هذا الخطاب فهو يعرض نفسه إلى أن يخاطب بناء على الفصل السابع. يعني الفصل السادس المخاطب الفصل السادس الآن هو المغرب، يعني قرارات مجلس الأمن تقول هذا، تقرير الأمين العام يقول هذا، جميع المعطيات تقول أنه الآن الأمم المتحدة حينما تخاطب أطراف النزاع وهي أربعة تخاطبها بالفصل السادس تجد نفسها تخاطب المغرب وموريتانيا بالفصل السادس. الطرفان الآخران يرفضان أي حديث عن الفصل السادس، يتبنيان خطابا آخر، خروج من اتفاق وقف إطلاق النار، عرقلة مهام بعثة المينورسو، عرقلة جهود الأمم المتحدة، لا المبعوث الشخصي ولا المبعوث الخاص ولا الأمين العام، تعرقل جهود جميع يعني الأطراف الأمم المتحدة بما في ذلك أنه ثلاث قرارات الآن ترفضهم بوليزاريو، بمعنى أنتم ترفضون أن يستمر هذا الملف على الفصل السادس، إذن لا حديث معكم على الفصل السادس، هيئوا أنفسكم لكي يكون الحديث معكم مستقبلا على الفصل السابع، والفصل السابع معروف أنه نتكلم عن إجراءات قصرية أو عن تدابير قصرية، يعني إما أن تلتزم إما أن تكون هناك إجراءات ذات طبيعة عسكرية، وهذا حصل. يعني لا الجزائر بمنأى عن أن تخاطب يوما بالفصل السابع ولا بوليزاريو بمنأى عن ذلك، من كان يتوقع أنه القذافي يوما ما سيخاطب بالفصل السابع؟ فبالتالي الإجراءات كلها تسير في اتجاه يدعم التوجه الذي يتبناه المغرب مع الأمم المتحدة، وأنه نريد لهذا النزاع المفتعل أن يستمر وأن يكون أفق حله على الفصل الثالث، أي على الحلول السلمية والسياسية والواقعية والعادلة والمرضية لجميع الأطراف، يعني بناء على التفاوض. جلالة الملك في العام 2014 تكلم أيضا عن معايير التفاوض، معايير التفاوض المتفق عليها ينبغي أطلت ربما سيلا يعني. ربما لديكم مشكلة أخرى تعالج، أتمنى أن لا يكون نزاع أيضا مزمن. إذن المسألة كلها تمضي في اتجاه أنه شراكة المغربية الأممية ستنهي هذا النزاع بشراكة مغربية أممية، والطرف الآخر سيبقى متعنتا. كيف يفكر في الحقيقة بوليزاريو والجزائر؟ يفكران في بديلين، هم الآن يعني في مرحلة انعدام الخيارات أو انتهاء سلة الخيارات أو فراغ سلة الخيارات. البديلين أو البديلان هو أولا بديل تهديد المنطقة بأكملها، بمعنى بوليزاريو يصبح جزءا من مشروع يهدد الأمن والسلم في المنطقة بأكملها باعتباره المخفر الأمامي المتقدم لمشكلة الساحل والصحراء في شمال إفريقيا، يعني يرفع هذه الورقة. المسألة الثانية أو البديل الثاني الذي تراهن عليه الجزائر هو هذا المصنع، مصنع التخمر البشري المسمى تندوف، وايضا تكلم عنه جلالة الملك في خطاب، كان يعني ادعو حتى الطلبه الى العوده الى هذا الخطاب وقراءته مرارا، فيه الكثير من النقاط او العلامات التي تسهل فهم مسار هذا النزاع، يعني فيه استشراف الى اين يمضي هذا النزاع المفتعل. مصنع تخمر بشري يقومون ب يعني اخفائه عن انظار الشرعيه الدوليه وعن انظار
يعني الأمم المتحدة وعن أنظار مباشرة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لكي يتطور هذا المصنع، مصنع التخمر البشري، حتى إذا حل النزاع وانتهى بشراكة بين المغرب والأمم المتحدة يقولون للمجتمع الدولي إذا حلوا هذه المشكلة، مشكلة هذا المجتمع البدون، مجتمع البدون يعني عملية تخمر بين أجناس مختلفة من كل منطقة الساحل والصحراء ستنتهي ب يعني أفراد لا هم موريتانيين، لا هم من مالي، لا هم من أي جنسية. حلوا مشكلتهم. يعني الجزائر تراهن الآن على هذين الخيارين ولا يمكنها في النهاية إلا أن يعني تعود بخفي حنين. فقط يعني فكرة بسيطة أريد أن أختبها في موضوع ترافع القضية الوطنية، وخصوصاً وأنه نحن يعني أيضاً ضيوف هذا المنتدى الذي أسسه مجموعة من أساتذة القانون الخاص، والقانون الخاص ليس بعيداً حتى في مقارباته عن هذا الموضوع. يعني الفقيه براونلي يعني استمد من القانون الخاص مفهوم الحيازة ليوظفه في تفسير بعض الظواهر الموجودة في القانون الدولي مثل موضوع الاحتلال الفعال. بمعنى مقاربات القانون الخاص والقانون العام ليست بعيدة عن بعضها البعض في هذا الموضوع. ترافع عن القضية الوطنية بالتاريخ وبالانتماء هذا مهم جدا، يعني لا جدال فيه، لكنه غير كافي لوحده، لأنه أيضا نفس الروابط التي تجمعنا بساقية الحمراء ووديهاب تجمعنا بموريتانيا، وموريتانيا ضاعت. يعني تم افتعال أو صناعة دولة في العام 1960 من طرف الاستعمار، خلافا لكل ما اتفق عليه وخلافا لما كان ينبغي أن يمشي عليه الوضع. إذن أيضا الترافع يحتاج إلى خوض معركة القانون، معركة القانون الدولي، معركة فهم الإشكاليات في جوهرها وفي عمقها، معركة البحث عن الأجوبة عن الأسئلة التي يفتعلها الخصوم. هذا مهم جدا، والدبلوماسية المغربية خاضت غمار هذا الموضوع وعيا منها بأنه غير كافي فقط استعراض يعني التاريخ، وخاضت هذا الغمار هذه المسألة من خلال وضع القضية ضمن جداول اللجنة الرابعة، لجنة تصفية الاستعمار منذ العام 63 بعد تأسيس موريتانيا. أيضا حتى المعركة القانونية قد تكون غير كافية، لأنه حينما بدأت الحرب، حرب 75-91، كان يمكن أن تغير الوقائع. حينما تتغير الوقائع على الأرض يمكن أن تتغير القواعد أيضا. نعرف أنه قانون الدولي هو علم القواعد، علاقات الدولية علم الوقائع، والوقائع مجالها أوسع وأرحب. فمهم جدا أيضا التواجد في ميدان. المغرب أيضا راهن على مدخل آخر للترافع مهم ينبغي الوقوف عليه، هو المدخل الذي حتى سماه أستاذنا الغائب عنا اليوم الذي كان ينبغي كان كنا نأمل أن يكون حاضرا معنا، الدكتور عبد الرحيم منار سليمي، أسماه تقرير المصير التنموي. يعني التنمية أيضا مدخل أساسي للترافع، يترافع به اليوم المغرب في المحافل الأممية، يترافع به من أجل تأكيد عدالة قضيته الوطنية. لأن مداخل الترافع متعددة ويعني متراكبة على بعضها البعض ومرتبطة ببعضها البعض، وينبغي الاهتمام بها جميعا دفعة واحدة. شكرا جزيلا السيد الرئيس ومعذرة على الطلب. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.